شو حضرت افلام بالويكند؟ صراحه شو بدي احكي لك، انا بالويكند بنقضيها بس احضر افلام، بس في فيلم قد ما ضحكني وبضم ممثلين واداء وكوميديا حمستني، شفت ايراداته يعني قد ما انه الموضوع يعني عن جد خرافي. تخيلي انه وصل في اخر اسبوع خلينا نحكي 35 مليون جنيه مصري في شباك تذاكر المصري. فيلم هذا طبعا هو فيلم مستر اكس، ما في داعي احكي لك انه انا ما حضرتوش مع المصريين، انا حضرته على ابلكيشن يانج بلاي. يعني الفيلم قصته خياليه، الفيلم بكل بساطه قصه عن منظمه سريه اسسها واحد اسمه اكس بعد ما صار عنده عقده معينه بخصوص علاقاته والارتباطات مع النساء. تهدف هاي المنظمه لطلاق الرجال من زوجاتهم، بعيد الشر عن الناس المتزوجين، لكنه خلال احداث الفيلم بيتعرف على محاميه بيصير بينهم قصه حب. أكيد إن ده بيجرامي. أنت طلبت تقابل مستر إكس؟ إيه ده؟ أنت قلعت البنطلون يا جابي؟ حبيبي اتقل على طيبة عزيز العقد وأنت تعرف أنت بتكلم مين. دلكت كريستيانو مثلاً؟ وميسي. دلكت كريستيانو وميسي؟ طب خلي بالك بقى عشان عمرو وردة بيلعب هنا. عمرو وردة؟ هل مستر إكس وصل للعالمية؟ ارتحت يا مهزأ؟ وأنت عايز مني إيه بالظبط ها؟ أكمل أم كلامي ولا غور في داهية؟ لا غور في داهية. هيتكلم عليا ونقرني. نقرك؟ هو انا مربي بغبغان ولا مربي باسم سمره؟ انت راجل موسيقار مشهور، غير كده انت بالنسبه لها شبشب. انا ولفت امام تاجر مخدرات موزي بالصراحه دي. بص بص الراجل بيلعب بالنايف ازاي؟ ولعه دي ما قلتش بس انا كنت لسه هقول ما لحقتش. ما شاء الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حبيبي انا اللي سقته بضهري ما سقتوش انت بوشك. انتوا مش شرفاتين بعض كده ليه؟ ده كان هزار على خفيف كده، اصل احنا يعني عرسان جداد. ابغض الحلال؟ ابغض الحلال. علي بابا؟ عارف ان بطل الفيلم ده اسمه كريم فهمي؟ بيقولوا دكتور سنان هو في الحقيقه. عارف ان كريم فهمي ده بقى اخو؟ عارفاه وعارفه اخوه وعارفه امه وزهقانه منه. عارفاها وعارفه اخوه وعارفه عيلته. صراحه الفيلم كثير احكي لك بضحك خيالي. هلا شوف هذا الفيلم يمكن صح كوميدي بس يمكن بيعطيك طابع الكوميديا السوداء لانه بيحكي عن مشاكل حقيقيه يمكن يواجهها المتزوجين، بس اكيد يمكن ما توصل للطلاق. في شغله انه هذا الفيلم هو كان اخر تعاون ما بين هنا الزاهد واحمد فهمي قبل الطلاق. طلقوا. بس قديش ممكن انه يعملوا فيلم عن الطلاق وبعديها يصير في حاله طلاق بيناتهم؟ شيء غريب فعليا، شيء كثير غريب. اه والشيء الحلو كمان هلا انا شوف ما حضرته صراحه للامانه، انا ما حضرته، راح احضره خلاص على يانج بلاي راح احضره. بس في شغله الحلو فيها انه هو ضرب ترند فعليا، ضرب، وكمان وجود احمد سعد باغنيه اختياراتي. صوتك طبعا احلى غنية. كملي المقطع عشان الناس ما تغير. بس فعليا الفيلم كثير حلو وانا ان شاء الله كمان. طب انت هسه انا حكيت لك حضرت فيلم مستر اكس، انت شو حضرتي ده؟ لا انا يعني تطورت معي المواضيع. ايوه بلشت اتابع مسلسل اسمه فراوله، هو كمان كوميدي يعني على الحساب المشترك اللي هو بيناتنا على يانجو بلاي، وموجود كل حلقاته بهاي كواليتي او بجوده نحكي عاليه. احداث المسلسل يا خالد بتحكي عن فراوله، وهي فراوله بتكون قارئه الفنجان وبنت حارس العماره اللي بتنقل بحياتها 180 درجه لما تطلع من حياه الفقر وتصير مشهوره هيك تخيل على السوشيال ميديا. وبنشوف من خلال احداث المسلسل رحله حياتها من الصفر لحد ما تصير سيده مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة. المسلسل زي ما احنا هلا شايفين هو من بطولة نيللي كريم وشيماء سيف واحمد وصدقي صخر، يعني كوميديا بحت. ما تهزريش يا فراولة. وملايين هيجوا يتعالجوا ليه؟ وهم عندهم بلورة سحرية بتحل لهم كل مشاكلهم في غمضة عين. معايا بقى ولا مش معايا؟ قولي ورا. أنا تحب، أنا قمر، أنا جميل، أنا هجيبه مش هسيبه، هتجوزه هفلسه. يعني صراحة الإشي الخيالي بيانجو بلاي بتلاقي أفلام قديم،
مسلسلات جديد وهسه انتاج السنه وبنعرضه بالسينمات وبحتاج وقت لينعرضه على القنوات، بس الموضوع اسهل، ما بتحتاج الا انك تفتح بس مثل ما بدك على الوقت اللي انت فاضي فيه، وبكل بساطه بتفتح الابلكيشن وبتلاقي كل حلقات المسلسلات بدك اياها والافلام كمان. يعني شو بدنا احلى من هيك؟ جديد بتلاقي، قديم بتلاقي، لانه في افلام ومسلسلات يعني حتى اغاني بيكونوا انتاج قديم، بس نحن بنحب نشوفهم او نشغلهم بالحياه يعني بوقتها، نسمعهم بوقتها. صحيح. او بيكونوا يمكن طلعوا ترند وما قدرنا انه نشوفهم، فاحنا بنقدر كلياتهم نلاقيه على يانجو بلاي. وفي على سيره الافلام هاي، في عندنا فيلم انف وثلاث عيون يمكن ما اخذ حقه. اسمعي خليني أنا أشرح الفيلم، جد هذا الفيلم مظلوم مع أنه قصته كثير حلوة. خليني أحكي لكم إياها. بيحكي الفيلم على جراح تجميل صار عمره 45 سنة بدون ما يكون عنده القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية، بس مع مرور السنين بيكون تقرب من بنتين وخلص رح يختار واحدة بينهم، لكنه ما بيقدر يتخطى بنت ثالثة راح تفوت على حياته بشكل غريب. الفيلم طبعاً هذا من بطولة زي ما احنا شايفين ظافر عابدين وصبا مبارك وأمينة خليل. أنا تعودت أعمل اللي أنا عايزه ووقت ما أنا عايزه. أنا هحصلهم. طب أنت ليه حاسس إنك محتاج لثيرابيست؟ حلم. حلم؟ حلم بيتكرر من وقت للتاني. مش أنت بتقول إنك مش فاكر حاجة عن علاقة مامتك وباباك وأنت صغير؟ ولما تيجي تفتكر تتكلم عن الخناق؟ أنت من جوه مش مرتاح. فكر في اللي مضايقك، اتكلم عنه. بحب واحده ما ينفعش احبها. بس اللي خدتني دلوقتي ان انا مش لوحدي اللي حاسه كده. كل ما احس نفسي مش مستريح باخد القرار واقطع العلاقه. بس مش فاهمه ليه صح ان انا نبعد. لا يا دماغك توديك لعلاقات ما ينفعش انها تكمل. مين القطه النونه دي؟ بقول لك يا علي، هو احنا ليه ما نرجعش لبعض تاني؟ البس هدومك وامشي. ما تهدي الفوليوم شويه. المشكلة بس إن الناس لما بتبعد عن بعض بتنسى التفاصيل كلها. It's unfair. أنا بقاش عندي طاقة للكلام ده خلاص. أنا اتأكدت إن قصتنا مش هتفضل كده وإن أنت هتبقى عايز تكمل. هاشم. كل يوم بقول كفاية وكل يوم بحس إن هي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي. بيني وبينك إيه؟ يا ريت تقولي عليه. هو أنت اللي بتعملي إيه هنا؟ برتب الكراكيب اللي جوه. شغلت بالي ليه؟ بيني وبينك ايه؟ يعني ميكس ظفر العابدين وصبا مبارك انا متأكدة انه رح يكون نار زي ما بيقولوا، وحقق كمان ايرادات منيحة كتير يقال. خالد اعطينا هيك سبب يعني خلي الواحد يفوت على يانجو بلاي ويحضر الافلام والمسلسلات اللي بيعرضوها. اعطيك اسباب. ما في دعايات نص الفيلم وانت بتحضر فيلم، مستحيل. بريف عن الفيلم واسماء الطاقم العمل والمخرجين الموجودين كل هذا، وكمان غير هيك وين ما توقف بتلاقي مكانك بالضبط محل ما وقفت. وكمان يانجو بلاي بعطوكم التوب 10 شوينج فيديو افلام اسف، فانت فعليا بتحكي عن ميكس يعني خيال. بالضبط، يعني شو بدنا احسن من هيك؟ يعني كمان اهم شيء انه موضوع الدعايات اللي هي مش موجوده بنص الفيلم، هذا اهم موضوع. هذا موضوع نتوقف عنده كثيرا. شو بتحضر بتلاقي اعلان بيطلع لك، هذا اكثر موضوع. وانا بالنسبه لي كمان وين بوقف؟ يعني اذا فيلم انا كثير بندمج بالفيلم كنت بحضر فيه فجاه وقفت بنص الفيلم، طب وين كنت؟ هذا موضوع كثير مهم، انه عن جد برجعني على نفس اللحظه. انا 43 و23 ثاني هذا فيلم او عند اللحظه الحاسمه مثلا بيطلع لك اعلان. يعني الحمد لله مريح جدا وسهل، و30 يوم فري، يعني شو بدك اسهل من هيك؟